لقد تم أخيرا هذه الجلسات دراسة كل المطرحات للوصول إلى زيادة مراعي حقوق الناقلين من جهة، وتحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى. وقد حدد هذه الزيادة بـ10%، وللأن فإن العملية تسير بالاحترام على مستوى كل المديريات الولاية للنقل، متضمن توجيه النقل البلدي. هذه العقوبات تتراوح من وضع المركبة في المحصر بين 3 أيام و 45 يوم إلى السحب النهائي للرخصة في حال إكرار المخالفة، كما أن أعوان المراقبة التابعين لمديرية النقل يقومون بدورات يعني تفتيش